كم البطولة بقى. 2013، بس احنا معانا واحد من حبايبك كابتن كريم ندبت معانا على التليفون. برحب بيك يا كابتن. اهلا، مساء الخير. ألو. يا كريم. يا كابتن كريم، اقف في حتة فيها شبكة. لا مش سامعين. كريم، كابتن ازيك؟ اخبارك يا كريم، عامل ايه؟ الحمد لله كابتن، وحشنا. اخبارك كله تمام؟ كله تمام. طمنا عليك، كله كويس؟ طمنا عليك. كله بخير الحمد لله. طب الحمد لله. دايما معانا صديقك سعد وبردان، وعمال يقول لنا في التكييف، ويقول لي في الهواء، يقول لي انتوا عاملين مخزن فاكهه والجو برد. سعد طبعا علاقتك بيه طبعا حتى خارج الملعب علاقه وطيده جدا، وسعد يمكن كان بيتكلم ان هو يعني الفترة اللي فاتت كان في إصابات، لكن إن شاء الله أنت كمان عارف وأنت في الملعب قد إيه بيكون مطمن إن سعد موجود في الملعب بيلعب وراك. فاحكي لنا علاقتك إيه بسعد جوه الملعب وبره الملعب. كابتن، أنت معاك واحد من اللعيبة اللي هي من اللعيبة الرجالة اللي هي بتشيل النادي الأهلي وبتحب النادي الأهلي. فأنا وسعد يعني علاقتنا كبيرة قوي بره الملعب، كمان أكتر من جوه الملعب. إيه ده، أنا لعيب كتير ولعيب كتير في الفرقة، وبيطمن أي حد بيلعب معاه. لكن هو على المستوى الانساني مستوى شخصي يعني من شخصيات الرجاله جدا، مع اي لعيب بيجي موجود في الفرقه بالذات اللعيبه الجديده او اللعيبه الصغيره اللي بتطلع بيبوظ ظهرها على طول، بيتكلم معاها بيوجهها، ودي بتبقى يعني بتبقى صعبه ان انت تلاقي في اي لعيب موجود ان هو اصلا بيتكلم على لعيبه بالذات الصغيره اللي بتبقى لسه طالعه، بتبقى حاجه كويسه منه طبعا. هو من اللعيبه الكبيره في الفرقه او اللعيبه المؤثره في الفرقه، فلما بيبقى بيتكلم معاك في حاجه فانت بتبقى عايز تسمع له، عايز تستفيد منه وتتعلم منه. وطبعا انا بشكره بنيابة عن كل اللعبة اللي كانت موجودة في سني واحنا صغيرين واحنا طالعين يعني. وقف جنبكم كتير وساعدكم في بداية المشوار يعني. اكيد طبعا يا كابتن، اكيد. حتى لما في لعيبة تبقى بره في الاعراض موجودة في النادي بتلعب اعراض على طول، ده متواصل معاها. انا كان واحد منها ناصر ماهر، بيكهام، لعيبة كتير يعني مش عايز انسى حد فيهم، بيتواصل معانا على طول، بيتفرج على ماتشاتنا عشان يوجهنا ويقول لنا ايه الصح، حتى بيتكلم مع الناس في النادي ان احنا اللعيبه اللي هي الكويسه والفكره اللي نازل تاكل موجوده في النادي. طبعا كل دي حاجات مش اي حد بيعمل الحاجات دي. صحيح صحيح. الواحد نضيف يعني وبيحب النادي وعايز يفيد الناس كلها. صحيح.